احنا دخلنا لهذه المقابله باش نهدوا الفوز للجماهير الرجاويه اللي كتشوف ديما تساندنا. تنشكر الجماهير اللي جات ساندتنا وخا الهزيمه ديال يوم الاربعاء. حنا دخلنا اليوم عازمين باش نحققوا نتيجه الفوز، وتنقولوا ان شاء الله باش نمشيو يوم الاربعاء المدينة الرباط ان شاء الله باش تقدموا مقابله كبيره، لان فريق الرجاء البيضاوي ديما تبقى فريق كبير. صراحه كي تشوف كي شاف الجميع، الحمد لله نشكر هاد اللعابه اللي قدموا واحد الاداء جميل واداء انتحاري على تروف. الحمد لله الحمد لله استطعنا وتدربنا بارتياحيه، الحمد لله استطعنا باش نتيو تروف اللي غتهمنا ان شاء الله في البطوله ان شاء الله في الكاس ان شاء الله نتاهلوا في مدينه الرباط ان شاء الله. وي سي ان ميساج بوغ لو ماتش ديال ميركلودي ان شاء الله. نتمنى على اننا نونطاميو بواحد العزيمه كبيره كيما خدينا هذه المقابله هذه، كنا مصرين على اننا نحافظوا على المركز الاول ديالنا او نساو المقابله ديال الروتور. مي دابا الحمد لله ما حققنا النتيجه الايجابيه، دابا خصنا نفكروا بواحد الشكل كبير ونتكونسونطراو باش ناخذوا المقابله ونحاولوا بواحد العزيمه كبيره، عزيمه اكثر من ديال اليوم، باش نقدروا نحققوا التاهل من مدينه الرباط ان شاء الله. واللي كيشكك في المستوى ديال الرجاء فاحنا جاوبناه اليوم وعطيناه واحد الرساله مشفره بان فريق الرجاء البيضاوي فريق ديال الالقاب وفريق ديما الجمهور ديالو كيساعدو مهما كان النتائج. اللي كتشوفوا المقابله في مقابله ما كان سهله بحكم المقابلات الاخيره اللي تتراكم علينا، يعني تلعب مقابله الاحد ومقابله الاربعاء، فهادشي تيكون تظهر بعد العياء على اللاعبين. فالحمد لله خدينا مقابله الكاس اللي انهزمنا فيها يعني، وتنتاسف الجمهور فريق الرجاء البيضاوي، فجينا للماتش دو الشامبيون يعني عازمين باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه الحمد لله تحققت لينا، باش خلينا نمشيو بواحد المعنويات مرتفعه لماتش العوده على الكاس. وكنتمنى